ماذا عن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر الشخص هذا؟ صحيح أنه ليس عليه وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المعتمرين، وإنما أمر بها الحجاج. قد اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة عمر، ولم يذكر عنه أنه أمر المعتمرين في ذي القعدة أن يطوفوا طواف الوداع، ولا المعتمرين في شوال في عام غزوة حنين، لم يأمرهم بطواف الوداع، وإنما أمر الحجاج بذلك. جزاكم الله خير.